رئيس أمريكا الآن جو بايدن جالس يفكر جدياً إنه يطلع زي القرار التنفيذي لضبط مجال العملات الرقمية. تابع الفيديو الأخير، خلونا نتكلم عن الموضوع ذا. وزي ما عودتكم حنتكلم عن أخبار سوق العملات الرقمية بشكل سريع ومختصر. وتذكروا يا جماعة الخير، إحنا جالسين نسولف هنا مع بعض، لاني مستشار مالي ولا شيء من هذا القبيل، ولكن اقروا صندوق الوصف تحت وانتبهوا من النصابين اللي يكتبون لكم تحت في التعليقات ويحطون لكم رقم واتساب، ترى ذول ما يمثلوني أبداً، حطوهم بلوك وسوولهم سبام. وإذا يعجبكم مثل هالفيديوهات الله يعافيكم، ادعمونا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات حساس تجيكم الفيديوهات أول بأول. خلونا بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله يا جماعة الخير في حلقة جديدة. زي ما عودتكم حنتكلم عن أخبار سوق العملات الرقمية بشكل سريع ومختصر، حنتكلم عن موضوع أمريكا وجو بايدن، حنتكلم عن سريلانكا، حنتكلم عن سويسرلاند، وحنتكلم عن عملة XRP شركة تريبل، وبعض الأخبار المتفرقة الأخرى. وقت تصوير الفيديو زي ما انتم شايفين على مدى يوم واحد، وبحط لكم كل اللينكات والروابط تحت في صندوق الوصف. يعني السوق ما زال كويس، ماسك اموره، يعني ما هو مدحدر الان ولله الحمد، وما زلنا فوق ال 2 تريليون دولار كماركت كاب للسوق ككل. كلي ما شاء الله مرتفع 22%، الاكس ار بي مرتفع 9.8 على مدى يوم واحد، واللي يعرف وش السبب يكتب لنا تحت في التعليقات الله يعافيكم. اكس ال ام برضو الخبر اللي حنتكلم عنه اليوم، وشيبا إينو يعني شوي بدأ يصحح وبدأ يرتد إلى الوراء شوي. وقت تصوير الفيديو الماركت كاب للسوق ككل هو 2.33 تريليون دولار، وهذا اللي احنا نبيه، وهذا شيء يعتبر جدا بطل. وقت تصوير الفيديو البيتكوين 55,016 دولار، إيثيريوم 3,600، الإكس آر بي 1.16 قفزة جيدة جدا، يعني مرتفع تقريبا 9% 8% خلال 24 ساعة. فاللي يعرف وش السبب يكتب لنا تحت في التعليقات، لأني جالس أدور ماني لاقي شيء. خبر ممتاز جدا بالنسبة لشركة جوجل العالمية، الآن وقعت اتفاقية مع شركة عالمية اسمها باكت. الشركة هذه تسهل عملية شراء المنتجات اللي عندهم من خلال اللي عنده عملات رقمية. فمثلا لو أنا عندي عملات رقمية، أدخل عندهم أسجل حسابي في جوجل باي، ويصير أقدر أشتري أي منتج من خلال العملات الرقمية اللي موجودة عندي من خلال موضوع الفيزا ديبت كارد. فأنا لو عندي فيزا خلاص، هم نفسهم يحولون العملة الرقمية إلى فيات كرنسي دولار أو أي عملة أخرى يعني، وبعدها يشتروا لي المنتج ويجيني للبيت. طبعاً هذا يعتبر شيء جداً ثوري جداً بطل. هم أوريدي موقعين مع شركات عالمية زي مثلاً ستاربكس، موقعين مع كويزنوز حق الساندويتشز اللي تشبه سبوي، فهذا شيء مرة بطل. طيب خلونا نتكلم عن موضوع أمريكا الآن. الرئيس الأمريكي جو بايدن زي الآن شغال على موضوع يعني يصدر قريبا شيء يسمى أمر يعني تنفيذي، معني بالتحكم وضبط مجال العملات الرقمية، لأنه شكله هو نفسه والناس اللي معه في الإدارة يعني مو شايفين أي تطور فيما يخص موضوع العملات الرقمية وضبط العملات الرقمية وفرض الضرائب على مجال العملات الرقمية، وهذا أهم شيء بالنسبة لهم. فتعرفون الكونغرس الأمريكي يرمي الكرة الساخنة على الأسيسي، والأسيسي يبرون ذمتهم يقول ما لنا دخل، أنتوا اصدروا لنا الأوامر والقوانين يا الكونغرس الأمريكي. فالآن الحركة هذه يعني تساهم في توجيه وتحفيز القطاعات المعنية بالأمور المالية أنهم يلا طلعوا شيء جديد. طبعا الأوردر حقه لو صدر، إلى الآن هو ما صدر، هو معني بقطاعات معينة زي مثلا وزارة التجارة عندهم، وزارة العلوم، وزارة المستقبليات والاستثمار، هيئة الضرائب، الأسيسي، والأمن القومي عندهم، والخزينة المالية اللي عندهم برضو. فأنا ما أدري شلون كل ذول حيتفقون مع بعض أنهم يعني يصدرون ويتحكمون ويرتبون ويشرعون مجال العملات الرقمية إذا أعطوا كلهم جزء من حصة التحكم. فالموضوع ضايع أنا بالنسبة لي من رأيي الشخصي، يعني الوضع كل ماله قاعد يزداد سوءا أكثر وأكثر. طبعا إلى الآن ما تم تصريح متى حيصدر القرار التنفيذي هذا، ولكن المغزى منه على كلامهم أنه يعني يبغون يضبطون الأمور المالية، يبغون يتحكمون ويضبطون الأمور الاقتصادية والتطور اللي عندهم في البلد، وبالإضافة إلى ضبط موضوع السكيورتي والسيفتي والأمن الداخلي عندهم فيما يخص مجال العملات الرقمية. في شخص مشهور معروف في مجال الاستثمار والعملات الرقمية والأسهم الأمريكية اسمه ميت كيفن، عنده 1.7 مليون سبسكرايبرز، يقول انه يا جماعه الخير لا احد يخاف، ترى القرار ذا لا يعني شيء، حتى لو صدر لا يعني شيء، هو مجرد لتحفيز القطاعات المعنيه انه يلا طلعوا ضوابط وطلعوا اشياء على اساس، لانه ما هو شايف اي تطور.
وطبعا زي ما قلت لكم هو اللي يهمه موضوع الضرائب وحبك الموضوع بشكل سليم. والمشكلة انه من اللي ضايع في النص؟ هم الناس المستثمرين مع الأسف. فبحط لكم كل اللينكات تقدرون تشوفونها تحت. الآن بلد سريلانكا سوت لها زي لجنة للنظر في مجال العملات الرقمية بشكل جدي لأول مرة. الآن حابين يدخلون في موضوع تعدين العملات الرقمية، ويبغون يشوفون كيف ممكن يسوون موضوع البلوك تشين وكيف ممكن يطورون نفسهم، وجالسين ينظرون إلى تجارب بلدان مجاورة زي ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، ودبي. يعني يبغون يشوفون وين وصلوا على أساس ممكن يستقون منهم بعض الأفكار قبل لا يبتدون في هالموضوع. هذا يعتبر شيء مرة كويس. فيتاليك بيورين اللي هو احد مؤسسين عمله الايثيريوم اكيد تعرفونه الان، يعني ومو ميب اول مره، يعني زي ما نبقاه الهاجم عن طريق التويتر وحاط تويته يعني ما هي لبقه، بس تكلم بطريقه يمكن ما هي محبذه تجاه الشعب السلفادوري ورئيس السلفادور. وش يقول؟ يقول انه تجربه السلفادور في البيتكوين هي تجربه يعني ريكلس، او يعني تجربه متهوره جدا. بصراحه شوفوا انا اتفق معه في جزئيه معينه وبقولها لكم الان. أتفق معه أنه يراها أن تجربة متهورة من جانب واحد فقط، أنه اختيار شعب السلفادور والرئيس السلفادوري لعملة البيتكوين أنها هي اللي بتكون العملة للحوالات المالية والريميتنسز والأشياء اللي زي كذا، لأنه البيتكوين ترى هي أول عملة تم إنشائها، هي ليست سريعة أبداً، الترانزاكشن الواحد يأخذ تقريباً فوق الساعة، ساعة ونص إلين يتم تنفيذه، وما هي سكيلبل بشكل كبير. هي الغرض الآن الأساسي اللي بدأ يتضح لكل المستثمرين أنه البيتكوين هو زي بديل للذهب، بديل ممتاز للاستثمار على المدى البعيد، وليس العملة منشأة لموضوع الحوالات المالية زي XRP أو XLM أو عملات أخرى. فأنا أتفق معه فقط في الجانب هذا، ولكن يعني قد ما يكون أسلوبه جيد تجاه الشعب السلفادوري، يعني المفروض يشجعهم ويقول كلام حلو. يعني هو ترى قد هاجم رئيس CEO اللي هو جاك دورسي بتويته كذا برضو ما كانت حلوة، وبعدها جاك دورسي أساسا حقد على أم الإثيريوم ومتجه إلى البيتكوين في كل شيء لتطوير التويتر. Again and again كثيرين من المدراء التنفيذيين، رؤساء الشركات العالمية الاستثمارية كلهم جالسين يقتنعون شيئا فشيئا، ويقولون إنه البيتكوين هو بديل الذهب المستقبلي. يعني أحد المدراء التنفيذيين لشركة اسمها Mutable Holding يقول إنه البيتكوين هو زي الذهب بس فيرجن 2.0، يعني المطور، الذهب المطور. ويتوقع انه الماركت كاب حق البيتكوين حيصل، بدال الان هو 1 تريليون دولار، حيصل الى 20 تريليون دولار، يعني قرابه سعر البيتكوين حيصل ممكن الى مليون دولار امريكي. وهذا انا اشوفه ايضا ما هو مستبعد ابدا، كل ما يزيد الاقبال على مجال العملات الرقميه شيئا فشيئا. بوليغون عملة ماتك الشهيرة والغنية عن التعريف الآن وقعوا اتفاقية مع البريد السويسري لاستخدام البلوكتشين حقتهم والشبكة حقتهم لتنفيذ عمليات البريد والمراسلات السويسرية. ومو بس كذا، ساعدوهم الآن انه يسوون زي يعني طابع رقمي مسمينه ديجيتال كريبتو ستامب، انه حتى مو بس يستخدم فقط للإرسال، لا نفسه هو زي الطوابع القديمة. تذكرون في ناس عندهم طوابع نادرة مع الوقت ممكن مع مرور الزمن تصير جدا نادرة وتعرض في المزادات، الآن لأنها رقمية اوريدي مدخلينها في مجال الـ NFTs الـ Non-Fungible Tokens اللي أيضا ممكن تعرض في المزادات وترتفع قيمتها مع الوقت. صراحة حيهم. الآن شركة MoneyGram الشركة المعنية بالحوالات المالية العالمية ما بين الدول وقعت اتفاقية مع عملة نظيرة لعملة الـ XRP شركة Ripple. هم كانوا اوريدي موقعين اتفاقية في 2019 مع Ripple، بس طبعا موضوع القضية اللي مرون فيها يعني صار عندهم شكوك انه لا دقيقة، يمكن احنا ما نقدر نكمل شغلنا بالطريقة اللي احنا نبغاها وانتم عليكم قضية ويهمهم سمعتهم. فقرروا الان انهم ينسحبون من الاتفاقية اللي مع Ripple، مع العلم انه في التزام مالي دفعته شركة Ripple بقيمة 50 مليون دولار. الآن وقعوا اتفاقية مع النظير لشركة تريبل اللي يومين عملة ستيلر لومن اللي هي XLM اللي أسسها كان أحد مؤسسين شركة تريبل، تذكرون تكلمنا فيه اسمه جيد ميكيلوب اللي طلع من عندهم وراح سوى الشركة دي. طبعا الشركة دي هي معنية بالحوالات المالية الفردية وليس زي شركة ريبل XRP الحوالات المالية بين البنوك المركزية بحيث أنه تحولها إلى بنوك لا مركزية. فأنا أول ما شفت الخبر يعني في البداية شوي كذا قلقت، لكن بعدين بعد ما فكرت في الموضوع وتفرجت على فيديوهات كثيرة أعتقد أنه من الضروري أنه ما يخليكم الموضوع ذا أبدا تقلقون، لأنه لا يعني شيء. ليه؟ بكل بساطة ترى يعني هم موقعين اتفاقية واحدة مع الشركة دي، لكن ريبل XRP موقع عشرات الاتفاقيات
مع عشرات البنوك، مع عشرات الدول عالمياً والمنظمات العالمية المالية. فذول يعتبرون جداً متأخرين، لكن بالنسبة لهم حركة كويسة، يعني الله يوفقهم كويس. يعني زي مثلاً كنكم تقولون أنه في برنامج للحوالات المالية زي Western Union، وبرضو لهم منافس زي الراجحي، وبرضو شركات أخرى، فعادي جداً يعني شركات كثيرة. من الأفضل هو الشخص اللي يوفر خدمات سريعة وأفضل برسوم أقل. مانيجرام هتستخدم عملة XLM أو شركة ستيلر لومن، ما راح تستخدم العملة حقتهم، هتستخدم USDC اللي هي تبع شركة سيركل كعملة ثابتة للحوالات المالية ولتحويل من الفلوس الحقيقية زي الدولار أو الفيات كورنسي إلى عملات رقمية، وبعدها يحولون الفلوس إلى بلد آخر. طيب يا جماعة خير، وصلنا لنهاية الفيديو. أنا حاب أسمع منكم كلكم تحت في التعليقات وش سبب الارتفاع الغريب اللي بنسبة 9% خلال 24 ساعة لعملة الـ XRP شركة ريبل. اكتبوا لنا تحت في التعليقات اللي يعرف شو اللي صاير، ودعمونا الله يعافيكم باللايك والشير والسبسكرايب، ودفع الجرس تنبيهات أساس تجيكم الفيديوهات أول بأول، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قريبة. سلام.